في البداية بلدية غزة واستقبال الموسم الصيف عام 2023 قامت باستعداد للموسم منذ انتهاء موسم العام السابق في فصل الشتاء، فقامت بلدية غزة باستكمال الخطوات التطويرية لكورنيش بحر مدينة غزة بالبدء باستكمال معالمي تفريغ الأكشاف والصرحات الموجودة في المستوى الأول وإزاحتها للغرب مسافة 10 أمتار وتخفيض منسوبها تمهيدا لتوسيع شارع الرشيد وتمهيدا لتطوير المنشأ المستقبلي الواقع غرب شارع الرشيد. بدأت في منطقة دوار 17 وتستكمل في هذه الجزئية حتى النادي البحري، ومن النادي البحري إلى الجنوب خمس بلدية غزة بانتهاء من جميع هذه التجهيزات بنسبة إنجاز تراوحت 70% من تفريغ الممشى المستقبلي. إضافة أن بلدية غزة قامت بإنشاء 5 توصل شارع الرشيد مع شاطئ البحر، الهدف الأساسي منها هو تخفيف الازدحام المروري وربط شارع الرشيد بحر مدينة غزة. إضافة لذلك قامت بلدية غزة باستحداث عدد 2 برج إنقاذ بحري جديد يساعد على الضبط والسيطرة والتحكم لشاطئ البحر أمام هذه الأبراج وإرشاد المصطفين لها. بالإضافة أيضا بلدية غزة قامت بإضافة 16 استراحة موسمية تنتهي عقد انتهاء الموسم وتقديم الخدمات للمواطنين على شاطئ بحر مدينة غزة. تركت هذه الاستراحات في المنطقة الواقعة من دوار 17 حتى النادي البحري جنوبا. إضافة إلى ذلك قامت بلدية غزة بتعيين ما يزيد عن 125 منقذ بحري للعمل على طول ساحل مدينة غزة لاستقبال موسم للصياف وتوزيع جميع المنقذين على الفترات الصباحية والمسائية. تبدأ فترة الدوام الصباح من الساعة 8 مساء وتنتهي فترة دوام المنقذين حتى الساعة 8 من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء. هذه الأوقات الرسمية التي تعمل بها طواقم الإنقاذ البحري، يعني نهيب جميع المواطنين الالتزام بهذه الفترة لتوفر طواقم الإنقاذ البحري للحفاظ على حياتهم. بالإضافة إلى ذلك قامت بلدية غزة أيضا بإطلاق مبادرة كورنيش غزة نظيف. هذه المبادرة تستهدف إلى المشاركة المجتمعية الكاملة للحفاظ على نظافة الساحل ونظافة الكورنيش بشكل خاص. تبدأ هذه الحملة منذ انطلاقها في 20 مايو حتى نهاية الموسم بمدة 200 يوم.